ثلاث شغلات فيكي تتمني لو ما كانت فيكي؟ لا مش رح أكون هيك دبلوماسية فعلا طيبة القلب لأنه تو ماتش يعني ماني كتير ما بستعمل ذكائي أوقات بمحلات معينة شوي ما بفكر بطريقة مؤذية أوقات مش لازم يكون مؤذية بسبع ثواني بس أنا معلش بس إنه لازم يكون أوقات أنانية شوي فكر بحالي شغلة خلص زمر من ساعة طبعا بس أخوتنا المشاهدين 99.99 من الضيوف اللي استقبلناهم هون كان عندهم أحد المساوئ طيبة قلبهم يعني مشان تكونوا بالصورة كلهم طيبين ممكن تعطيني ثانية أحكي لا أنا أسوة قلبي بحب أسوة قلبي أوكي شو لأنه أنا في بروبلم واجهته بحياتي وعمل لي وجع بحياتي ومرضت من وراء لأنه كان نتيجة طيبة القلب مش الغباء طيبة القلب لا تخافي طالما أنت قلبك طيب أنت الكسبانة ممكن هي نعمة الحمد لله خالد أسوأ ثلاث أمور ممكن تكون بالمرأة بشكل عام التسلط المراقبة الزيادة عن اللزوم الصوت العالي حلو خيرية فيها واحدة من تو ولا واحدة الحمد لله فيفيان ثلاث أحلام مؤجلة ما هي زواج الأمومة ما في شيء مؤجل يعني يجي من الله يجي طيب ليه ما بإيدك تتزوجي انطلقي خالد ثلاث أمور ندمت عليها وثقت في ناس ما كانش المفروض أثق فيهم في أعمال معينة عملتها وندمت عليها وبس كده فيك تسمي؟ لا مش عايز يسمي فيفيان أكبر ثلاث غلطات غلطيهم بحياتك أني ما قضيت وقت كتير مع بيي الله يرحمه وثقت بأشخاص جدا غلط والغلطة الوحيدة أني ما شاركت بكير معك بهالبروغرام الحلو الله 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 خالد أهم ثلاث أسماء ذكورية سينمائية من جيلك حاليا جيلي أنا سقى أكبر مني بس أنا بعتبره جيل لكل الأجيال كريم عبد العزيز استنى بقى ما اصحى من النوم طبعاً نقول بس يعني دور اللي فاكره طب ما بس في ناس في ناس مطولك كتار كانوا كويسين امير كرارة بعد ايه يا امير عشان الشنب يا امير يا امير اياك تتحدث معه من جديد احنا عم نكتشف ولاد لصاحبك انت لو صاحبك تذكرته فيفيان اهم ثلاث صفات في الرجل بشكل عام الكرم يكون سند ومحط الأمان نعم أخوتنا المشاهدين بس خبر عاجل من أول ما استضفت أي امرأة طلعت هون أول صفة بالرجل هي الكرم ويكون الكريدت كارد تبعه ويكون المارجن تبعها كبير والباقي قصير طويل شعراته أصلع كله بيتدبر كله بيتدبر بإذن الله أنا بقصد لك عم نمزح يا بنت الحلال الكرم بأخلاقه وبطيبة قلبه الكريم بيكون كريم بكل شيء يا ستي مري أنا عم دافع عن نسوان طيب خالد ثلاث أشياء تعلمتها بزمن كورونا إني أقضي وقت أكبر مع بناتي ومع مراتي إني أقدر أقعد في البيت وأعمل حاجات كتيرة جدا ممكن تكون راحت مني أو ما عملتهاش في سبب شغلنا لا ده أنا بوضب وبنظف حاجات أيوه. بصلح حاجات طيب. لا مش خلاص زمرت فيفيان أهم ثلاث مطربات لبنانيات حاليا نانسي إليسا نجوى كرم حلو الله جاهزي على الإجابة خالد ثلاث مطربين أو مطربات تتمنى تغني معهم أنا بحب شيرين قوي بحب مي فاروق جدا جدا وبحب أنغام تحياتنا للثلاثة فيفيان أهم ثلاث مطربين عرب حاليا عرب حسين جسمي ماجد المهندس عمرو دياب حلو خالد ثلاث عيوب في السينما المصرية ممكن تبقى الإنتاج لازم يبقى أقوى شوية المواضيع اللي لازم تتجدد تتعمل بشكل مختلف والسرعة في انك تخلص فيلم كبير او فيلم طويل في وقت قليل دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا يعني اللي هو يعني بيقلب ايوه فيفيان ثلاث كروت حمر بوجه مين ترفعيهم بوجه الكذاب بوجه طبعا بميت وجه يعني بوجه الحقود بوجه الظالم يعني اللي عنده سلطه ومستعملها للظلم للظلم طيب خالد ثلاث فوبيات عندك بالحياه
ما عنديش يعني عناكب حيايا يعني لا ممكن نسوان بس ليه نسوان لا تمام انا عندي غريبه انا بخاف من المي عن جد ما بعرف قرب بحر وحط ازري بخاف فيفيان قديش قديش بيان عنها يا شباب طيب فيفيان ثلاث مساوئ بالوسط الغنائي اللبناني ما في كلمات رائعة ألحان متكررة وما في توزيع جديد خليك ساعة تمدحي بعلي المولى وعلي صابر بس هولي بدون تنبن عليهم الغنية اللبنانية حرام خالد ثلاث مزايا بزوجتك سند عقلة بتحبني قوي ومن قلبها وشايلة البيت كله وشايلاني يعني. طيب فيفيان لو معك 3 ملايين دولار لمين بتعطيهم؟ ثلاث أشخاص للمحتاجين أكيد ثلاث أشخاص نعم لثلاث عيال فقيرة ثلاث أشخاص ثلاث أرباب بيوت عيال فقيرة طيب بس يعني بس سؤال جواب أنا ما بتخلي شيء 3 ملايين دولار إيه؟ أنا واحدة لخيي واحدة لأختي واحدة واحدة لإلي يلا خالد ثلاث وردات لمين بتهديهم حياتي مرتي وبنتي خديجة كبيرة وكنزي صغير طيب سؤال على الماشي هيك ثلاث عيوب بمرقص عادل مرقص لو مسك التليفون واحنا قاعدين اليوم ما شفناهوش مش عارف يتكلم معاه خالص وتتكلم معاه ما يردش عليك ده رقم واحد رقم اثنين ما شاء الله هو هايبر ربنا يديم عليه بس يعني في اوقات مش لازم تبقى هايبر قوي كده يعني انا جاي النهارده متوتر لان اتاخرنا والشوفير ضاع هو عمال يغني وبعدين فتح بقى لما لقاني انا متوتر الحاجه الثالثه انه لو سمع اغنيه عجبته يفضل يغنيها طول اليوم فكفايه يا مرقص غير